السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة في قناة احمد اتش كي جيمنج عن ازاي تحل جميع مشاكل الران تايم. هي مشاكل باردة فعلا، لكن النهاردة صدقني هتحل كل مشاكلك في الفيديو ده. تابع معايا علشان تعرف ازاي تحل المشكلة. انت اول حاجة يا سيدي هتخش على رابط التحميل هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، لما ارفعه هحطه في الديسكريبشن. انت كل اللي عليك انك تخش عليه، هتلاقيه على مركز الخليج الجديد اللي هو اب توب فور توب. هتنزل تحت شوية، ثانية واحدة بس، يعني مثلا انت اهو بعد ما خشيت على جوجل كروم وانت بتتفرج على الفيديو طبعا، هتدوس على الرابط اللي هتلاقيه تحت في الديسكريبشن صح. بعد كده هتعمل ايه؟ انا هقول لك دلوقتي. انت بعد ما تخش على الموقع، ايه النت ده يا رب؟ تقولش سلحفة. يلا هوقف الفيديو ولا اقول لكم اقعد معاكم. كل اللي عليك انك بعد ما تخش على رابط التحميل مثلا اللي هو ممكن يكون ده او مش هو برضو اهو شباب، بص الران تايم باك مساحتها صغيرة جدا، 45 ميجا، ولما اعمل لها يعني ضغط اوكي مساحتها ممكن تقل وممكن تزيد، لان مش المونرار دايما بيقلل المساحة. اسف لو صوتي عامل، بس عندي يعني برد كحة يعني وزوري خربان. ماشي، المهم نرجع للموضوع تاني. بعد ما هتخش على صفحة التحميل هيظهر لك صفحة كده، تستنى شوية، لكن لو النت عندك سريع هتظهر لك الصفحة اللي بعد دي على طول اللي هي دي. هتستنى 5 ثواني بالظبط، هتلاقي جالك هنا اهي زي ما انت ما شايف، اضغط تنزيل الان او هنا. كل اللي عليك انك هتدوس عليها وتستنى شوية، هتلاقيها بدأت التحميل معاك تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد ما تحمله هتفك الضغط عنها، شفتوا مساحتها زي ما هي، تفك الضغط عنها. شايف اللي تحت دي اللي اسمها ران تايم ران، مالكش دعوة بيها خالص، اطلع على فيها اللي هي اسمها ران تايم باك، دي اعمل لها ايه؟ تشغيل كمسؤول او ران از ادمنستور. بعدها هدوس على يس، هيظهر لك القايمة دي، بيقول لك ران تايم باك انستالينج ران تايم باك في 86 او 64. هو طبعا بيقول لك او هو بيقول لك يا 86 64، هو بيتعرف لوحده على نوع الجهاز بتاعك اذا كان 32 بت او 64 بت، ويبدأ تثبيتها من نفسه. انت كل اللي عليك انك تدوس يس، وشايف على القايمة اللي جت قدامك دي تسيبها وتحمل براحتها كده، هي مش هتاخد معاك ثواني يعني. وبعديها زي ما انت ما شايف اتلغت. انت هتعمل ايه يا سيدي؟ بص انت هتستنى شوية كده، انا مش هقطع اي حاجة من الفيديو، هو البتاع دي قدامكم عشان تفضلوا شايفين. كل اللي عليك انك بعد ما تستنى شوية هيجيلك قايمة هنا، لما تيجي هقولكم انتوا هتشوفوها برضو من نفسكم. زي ما انتم شايفين الماوس بيحمل، معنى كده ان هي خلاص قربت تيجي يعني. اهي زي ما انت ما شايف قدامك بيقول لك ران تايم باك، ران تايم باك از انستالد انستالد يعني، فبيقول لك اوكي بعد 3 ثواني. فلو انت ما دوستش عليها هو هيعمل من نفسه اوكي وبس كده، مبروك عليك تكون
حزمة الران تايم باك خلصت تحميل، ودلوقتي تقدر تخش على اي لعبة عادي براحتك خالص من غير ما يقولك ران تايم ولا زفت ولا اي حاجة. بص هتفرح فرح بص ملهوش اي حاجة. مثلا ايه ماكس باني تو دي، مثلا هتشغلها، بس انا عندي كان في مشكلة بسبب يعني الجهاز ما لهوش دعوة خالص بالران تايم. هو عندك هيبقى عامل ازاي؟ مثلا ويندوز سير اكس بي سيرفر باك 2 ولا لا، مثلا ويندوز 7 تمام. انت لما تيجي تفتحه بص هيقول لك ايه ماكس باني عندي انا، كان بيقول لي كده. لكن لو المشكلة دي حصلت معاك في اي لعبة تانية ايا كانت اللعبة، اللي هي بتبقى قايمة حمراء كده برضو ويقول لك مش عارف لوكال ديسك دي والحاجات دي، اهي دي مثلا انت دايركت اكس 9 دي كمان، دوس كل اللي عليك انك بعد ما تدوس اوكي تيجي عليها هنا. ثانية بس بعد الاذان ماشي يا شباب نخلص. ف بصوا كل اللي عليك انك تيجي عند اللي هو بتاع تشغيل اللعبة اسف، وتيجي عند بروبرتيز او خصائص، بعديها الكلمة ديت اللي هي كومباتيبلتي، وتيجي عند الكلمة دي تعمل عليها صح. هي عندك مش هيبقى معمول عليها صح ولا اي حاجة، وتدوس عليها وتدوس على ويندوز 2000. انما لو لعبة حديثة فيبقى تعملها على ويندوز اكس بي سيرفر باك 2 او 3. انما بالنسبه لماكس باني 2 فهي لعبه قديمه، فانا هخليها على ويندوز 2000 عادي، وبعديها هدوس اوكي. وزي ما انتم شايفين اللعبه هتشتغل معايا تمام، ما فيهاش اي بوستو مشكله. بوستو هتيجي دلوقتي تحرجنيش بقى بهزر والله، تشتغل دلوقتي بس هي بتاخد معايا وقت كده. شفتوا فتحت هنا بقى، تختاروا الاعدادات عادي زي ما انتم عايزين براحتكم بقى، عيشوا انتم في اللعبه وتشتغل معاكم عادي من غير اي مشاكل. مش شرط اللعبه دي بس، لكل الالعاب اللي ليها حزمه الران تايم باك تقدر تلعب براحتك وتخش على اي برنامج براحتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، اشوفكم على خير.